السائل: هل هناك فرق بين من يطلب من الميت حاجة يطلب منه مباشرة فيقول ارزقني ولدا، وبين من يطلب من الميت أن يرفع هذه الحاجة إلى الله؟ لا فرق بينهم. الميت ما يطلب من الشيء يا أخي، ما يطلب منه إنه يرفع إلى الله، ولا يطلب منه إنه يعطيك شيء، ما يطلب منه شيء. انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ينقطع عمله، كيف تروح تطلب منه وهو عجز ما يستطيع لنفسه، مرتهن ما يستطيع لنفسه يقدم شيء؟ نعم.